السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريق تحويل الجدول من أفقي بهذا الشكل إلى رأسي بهذا الشكل أو العكس، بحيث يصبح مثلا عمود اسم الموظف بدل ما هو عمودي بهذا الشكل يصبح أفقي وبطريقة تلقائية وسهلة. نبدأ على بركة الله. لعمل ذلك نقوم بتظليل الجدول، ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار نسخ، ثم نذهب إلى المكان الذي نريد أن يظهر به الجدول الجديد أو الجدول بحالته الجديدة، مثلا نريده في هذا المكان، ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار هذا الرمز تبديل الموضع، أو نضغط بالزر الأيمن للماوس ثم نذهب إلى لصق خاص ونختار تبديل الموضع ثم نضغط موافق. بذلك يتم تحويل الجدول من رأسي إلى أفقي. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.